إحساس إنك مش مبسوطة، حزينة، مهمومة. مشاعر الاستياء هي أول علامات اكتئاب الحمل، سواء كانت ناحية الزوج أو ناحية البيبي حاسة إنك مش متقبلاه، مش مستعدة للحمل. 2، الإحساس بالزحمة، شايلة مسؤوليات كتير، أولاد، شغل، بيت. وبعدين تسألي نفسك الأسئلة دي، أنا ليه حياتي ما فيهاش جزء ليا أنا؟ ليه مع مرور الوقت بقى ملهاش معنى؟ 3، توتر علاقاتك الاجتماعية، فجأة مش عارفة تتعاملي مع زمايلك في الشغل، عصبية مع الأهل، مع القرايب، رد فعلك مش بحجم الحاجة اللي عملوها، توتر حتى في علاقتك بنفسك، دايما حاسة بالذنب، مش هبقى أم كويسة، ودي اسمها السلبية، التفكير الانهزامي. وأخيرا إن كل اللي فات يبدأ ينعكس على جسمك فتظهر عليك أعراض جسدية، إرهاق، خمول، مش عايزة تتحركي، الحاجات اللي كنت بتحبيها قبل الحمل تبقى تقيلة عليك، الأكل مفيش نفس الرغبة. الأم لو بتعاني من اكتئاب حمل لازم تعرف واللي حواليها يعرفوا قبلها إنها ملهاش ذنب. الاكتئاب مرض زي أي مرض، هاش ذنب فيه ومش مسؤولة عنه، بالعكس دي محتاجة دعم، نحس بيها، ناخد بايديها، بلاش نقلل من شكوتها، انت بتدلعي، ولا نزيد عليها محدش حمل غيرك. ليه ما نمسحش كل الكلام ده ونقول مكانه انا حاسة بيكي.